هذه المبادرة جات إلا هي حالة استثنائية اللي هي مزروبة باش نقدروا نكفيوا الدم لهنا لمحمد بن ضياف، وهذه جاية في إطار يعني على الأقل كاين ناس حابين يديروا عملية جراحية وكاين نقص يعني فادح في الدم هنا. على بالنا باللي رانا في مرحله شويه حساسه الكورونا الكوفيد 19، حملات تبرع بالدم باش ننظموها برا يصعب علينا شويه، باش نخرجوا بالكاميو، الكاميو ما نقدروش نوفروا فيه الشروط الصحيه للوقايه من الكورونا، دونك المجتمع المدني راهم متعاونين معانا دايرين حمله تبرع بالدم، يجوا المتبرعين هنا وحنا نحو لهم. الشباب والله الحث اي واحد ماذا بين المواطنين يجوا يتبرعوا بالدم، لانه كاين مرضى يحتاجوا الدم، كاين مرضى راهم بامس الحاجه قدره عدم، ماذا بينا يعني شبيبه تجيب قوه تبرع وتعتبر صدقه، تبرع بالدم راه في مثابه الصدقه.